بسم الله، اليوم راح أبدأ مع أول درس من شابتر 4 اللي يتكلمني على المشتقات العليا أو المشتقة اللي فوق الأولى. طيب، طبعا في شابتر 4 بندرس من المشتقة الثانية، المشتقة الثالثة، المشتقة الرابعة إلى ما لا نهاية. طبعا في شابتر 4 يختص أنها باللينير اللي درسناها قبل، أما في شابتر 4 كان يختص بالمشتقة الأولى فقط اللي هي عدة أنواع حلينا فيها السبربل، اللينير وما إلى ذلك. أذكر بقانون اللينير اللي هي كانت واي داش وحد ثاني فيه واي والبقية في إكس في الطرف الثاني، وهذا مثال عليها. هنا ألاحظ أن عندي واي داش، هنا عندي واي، وهنا البقية دالة في الإكس. طيب، لو كان عندي في شابتر 4 مشتقات، مثلا المشتقة الثانية كيف راح يكون شكلها وهي لينير؟ راح نبدأ بالمشتقة الثانية، بعدين المشتقة الأولى، بعدين الواي، البقية في اكس نفس ما هو. نفس الشيء بالنسبة للمشتقة الثالثة، واي تريبل داش، واي سكند، واي داش، طبعا هنا مفروض بس واي، والبقية في اكس. طيب، وألاحظ أنها من الرتب العليا. لما أقول لينير معناتها الستاندرد فورم تبعها أن رتبة أعلى مشتقة تساوي 1. طيب، هنا بندرس الـ initial value problem والـ boundary value problem. وش الفرق بين الـ initial والـ boundary؟ الـ boundary شرط ابتدائي، يعني راح يكون عندي قيمة ابتدائية واحدة. الباوندري راح نتطرق لها بعد شوي. طيب، هنا يقول لي في يذكرني ان اللينير differential equation عندها n، هي n order، عندها n من الشروط. لو كانت مثلا من second order فهي عندها شرطين، لو كانت من الثيرد فهي عندها 3 شروط. طيب، هنا يذكرني بالنسبة للconstant coefficients والvariable coefficients اللي هي العوامل الثابتة أو المتغير، وذكرني بالنسبة إلى الهوموجينيس متى أطلق عنها هوموجينيس؟ لما تكون بعد الترتيب تساوي صفر. هنا أعطيني مثال، لو ألاحظ هنا ما أقدر أطلق عليها بما أنها تساوي صفر فهي هوموجينيس، لازم إني أرتبها أولا، فلما أرتبها الحد اللي يحتوي على X راح أنقلها إلى الطرف الثاني وكذا راح تكون not homogeneous. طيب، لما يقول عندي initial value problem يعني عندي شرط ابتدائي مع ordinary differential equation. طيب، لو ألاحظ هنا مثلا عندي من المشتقة الأولى عندي شرط واحد فقط. طيب، لما يكون عندي بالسكند في chapter 4، طبعا هذا يختص chapter 2، هنا يختص عندي بchapter 4 لما يكون عندي مشتقات عليا عشان أميز في وقت الاختبار. طيب، عندي من المشتقة الثانية فأكيد عندي شرطين. وش يميز لي الـ initial value problem؟ إن عندي الـ x not هي نفسها نفسها، يعني مستحيل يعطيني الشروط مثلا y 3 تساوي 4 والشرط الثاني y 1 تساوي 2، هذه مستحيل تكون initial value problem. initial value problem بما معناه إن الـ x not هي نفسها نفسها، عادي ممكن أن تتغير هنا، بس الشرط الابتدائي نفسه نفسه، عشان كده سموه شرط ابتدائي. طيب، هنا يذكرني ان n من الرتبة معناتها n من الشروط. طيب، اجي لو جيت الى existence and uniqueness، اخذناه قبل في chapter 2 اتوقع او chapter 1، لما يكون عندي مشتقة اولى كيف اطبق نظرية الوجود الوحدانية. هنا يختلف عندي اذا كان عندي higher order، عندي 3 شروط لازم اتحقق منها. لما يكون عندي مثلا 4y double dash زائد 3y داش زائد 2y تساوي مثلا 5x. طيب، يقول لي ان اول شرط a not للx الى الـ an، a not اللي هي اصغر واحدة اللي هي هذه a not اللي هي 2 الى اكبر واحدة an اللي هي رتبة اعلى، او عفوا ثابت او عامل اكبر مشتقة مع الـ gx اللي هي الطرف الثاني لازم تكون متصلة على نفس الفترة. بما معناه أجي أدرس، ممكن هنا طبعا مش شرط أنها تكون هنا عدد، ممكن تكون ساين كوزاين واحد على x، المهم أني في النهاية راح أخذ تقاطع الاتصال تبعهم وأحطه داخل فترة، أقول له ترى الـ i تساوي هذه فترتي،
ونفترض أنها من 2 إلى ما لا نهاية. أقول له ترى هذه الفترة عندي. طيب، يقول لي من بعد ما أخذ التقاطع إلى الفترات كلها أجي إلى الشرط الثاني اللي هي AN لا تساوي 0. نفترض أن AN هي هذه، نفترض أن الـ AN تكون مثلا 1 على X. يقول لي ترى الشرط أن الـ X لا تساوي 0. أجي أتحقق من فترتي، هل الـ X ما ت... هل الـ X عند الصفر موجودة في الفترة؟ ما هي موجودة، فأنا في السليم. موجودة، راح أضطر أني أطلعها. أفترض مثلا أن طلع معي أن الـ X لا تساوي 3، فهنا أرجع أغير الفترة عندي، أقول أن الـ I تساوي من 2 إلى 3 يونيون من 3 إلى ما لا نهاية. أنا لازم أطرد اللي تساوي لي الـ AN عفوا. طيب، بالنسبة للشرط الثالث، هذا غالبا اللي يختل، يعني اللي يخرب عندي، اللي هي الـ X not. طبعا هو في السؤال مثلا بيعطيني هي كذا صح، بالنسبة للشروط Y مثلا Y 2 تساوي 3. أنا عندي هنا الاثنين، هل الاثنين تنتمي إلى الفترة عندي؟ هي تنتمي، فأنا وضعي في السليم. لو كان مثلا عندي هنا بدأ الاثنين Y 0، هل الصفر تنتمي لفترتي؟ ما تنتمي لفترتي، فأنا ما أضمن وجود حل وحيد، فهنا اختل عندي النظرية. طيب، راح أطبق قانون، عفوا راح أطبق مسألة، بس عندي هنا معلومة مهمة، أن إذا كان عندي لما أدرس اتصال تحت الجذر، متى يكون متصل؟ لما يكون ما بداخل الجذر أكبر من أو يساوي صفر. إذا كان في المقام، هنا لما يكون في البسط، هنا لما يكون في المقام، هنا بيكون أكبر من أو تساوي، وهنا بس أكبر. طيب، عندي هذا السؤال. طبعا قلنا ندرس من الـ A not إلى الـ AN، أكبر مشتقة عندي اللي هي 2. طيب، فأجي أقول الـ A2 اللي هي تبع المشتقة الثانية هذه، أجي أدرسها. لو جيت أدرس الاتصال عندي، راح أقول ما بداخل الجذر X زائد 5 أكبر من أو تساوي الصفر. ليش؟ لأنها في البسط، بما معناه أن الـ X أكبر من أو تساوي سالب 5. طيب، يعني لما أجي هنا عندي الفترة من كم إلى كم؟ من سالب 5 إلى ما لا نهاية. طيب، أجي عند الـ A1، هي متصلة عند جميع القيم ما باستثناء X تساوي 0، يعني R minus 0 أو X لا تساوي 0. طيب، والـ X متصلة عند الـ R، وهذه لما الـ X أكبر من الصفر، يعني من 0 إلى ما لا نهاية. طيب، لما أجي أخذ التقاطع، أول شيء بالنسبة إلى الأولى اللي هي هذه، من سالب 5، عندي هذه سالب 5 إلى ما لا نهاية، يعني أروح من جهة اليمين. طيب، بالنسبة إلى الثاني، هذه تقول لي إنها ما تساوي الصفر، يعني أنا عندي عند الصفر لازم تكون عندي فجوة. طيب، هنا عندي R ما عندي أي إشكالية، وهنا عندي من صفر إلى ما لا نهاية، يعني لو أجي هنا أقول تراها من صفر إلى ما لا نهاية. يعني لما أجي أخذ التقاطع عندي، راح ألاحظ أنهم جميعهم متصلين أو جميعهم متحدين عند من صفر إلى ما لا نهاية. طبعا الصفر مش معه، هقول إن الـ I تساوي من صفر إلى ما لا نهاية. لو كان الصفر معاي راح يكون القوس مغلق. طيب، أنا الآن تحققت من أول شرط وطلعت الفترة. طيب، طبعا هذه الـ GX اللي هي الطرف الثاني. طيب، الشرط الثاني يقول لي الـ AN لا تساوي الصفر. عندي الـ AN اللي هي جذر X زائد 5، جذر X زائد 5 مفروض أنها ما تساوي الصفر. متى تكون متصلة؟ راح أقول أن الـ X لما ما تساوي السالب 5. طيب، هل السالب 5 ينتمي إلى فترتي؟ ما ينتمي، فأنا عندي في السليم. لو كان أنه ينتمي، فأنا بضطر أن أنا أطلع من الفترة. لو مثلا أفترض أن الـ X طلعت معي لا تساوي 2، فهنا راح تتغير فترتي، راح أقول أن الـ I تساوي من 0 إلى 2 يونيون من 2 إلى ما لا نهاية، هذه بتكون الفترة الجديدة عندي، بس لأن فترتي في السليم فما راح أغير. خلصت من الشرط الثاني.
طيب الشرط الثالث يقول لي إن الإكس نوت هل تنتمي إلى الفترة اللي عندي؟ الإكس نوت عندي بكم؟ لو أرجع هنا عندي الإكس نوت سالب 3. طيب إكس نوت تساوي سالب 3، هل السالب 3 تنتمي إلى الفترة عندي الآي؟ الآي اللي هي اللي أنا طلعتها من صفر إلى ما لا نهاية، هل تنتمي؟ لا تنتمي، فهنا راح أقول إنها لا تنتمي. إذا لا يوجد حل وحيد فما ما أقدر أطبق النظرية أو لا تتحقق النظرية. من بعدها عندي مثال واحد، أعطيني مثال صحيح بس طالب مني إن أنا أثبت إن يوجد حل وحيد. طيب فبكل سهولة راح أطبق الشروط. أول الشروط اللي هي طبقها الـ A not A1 والـ GX والـ A2 متصلة على فترة R. طيب يروح للشرط الثاني اللي هي الـ A2 اللي هي معامل أكبر مشتقة اللي هي هذه لا يساوي الصفر، فطبيعي إن الواحد ما يساوي الصفر، فالشرط الثاني عندي تحقق. الشرط الثالث اللي هي الـ X not اللي هي الصفر تنتمي إلى الفترة، تنتمي لأن أصلاً أنا عندي فترة R، فهنا قدرت أقول إنها يونيك بحسب شروط النظرية. طيب هنا يقول لي ناقش، أنا مو متأكد إن هي صح ولا لا بس أنت ناقش هل يوجد حل وحيد أو لا. طيب فراح تحقق من أول شرط اللي هي الـ A not والـ A1 والـ A2 والـ GX لقى أنها متصلة على فترة معينة اللي هي R. طيب راح إلى الشرط الثاني اللي هي AN اللي هي معامل أكبر مشتقة اللي هي X تربيع، يقول لي إنها الـ A2 equal X squared تساوي الصفر at X equal zero، ويقول لي إن الـ X not تساوي صفر تنتمي إلى الـ R. هنا أتوقع إن نختل معه الشرط الثاني إنها لا تساوي الصفر. نفس الشيء بالنسبة للمثال اللي بعد. من بعدها راح ندرس مفهوم جديد اللي هو الباوندري فاليو بروبلم اللي هو عندي للهاير اوردر. لو كان عندي اكثر من قيمة، يعني عكس الانيشال فاليو بروبلم كان عندي قيمة واحدة، لكن هنا عندي مختلفة عندي القيم، فانا راح اقول على طول ان هي باوندري فاليو بروبلم. وايضا عدد الشروط هي نفسها عدد الرتبة. طيب لو ألاحظ أن في الـ Boundary Value Problem ما عندي أي قانون يخصها، لكن هي بالتجربة، من التجربة أن أقدر أقرر وش نوع الحل، إما يونيك إما وحيد أو No Solution. طيب هنا يقول لي أنه مو شرط أن يكون الحل وحيد، عادي أن يكون عندي قيمتين عند الـ Y فقط. يعني لو إذا تذكروا كان عندي في الـ initial value problem لو كان عندي مثلا من second order فراح أقول على طول y dash و y dash عند الاثنين تساوي واحد مثلا، y عند الصفر تساوي ثلاثة. أنا ملزمة أنها أسويهم بهذه الطريقة، لكن عندي في الباوندري عادي يكون عندي قيمتين للواي نفسها، ونفس الشيء عند الواي داش. طيب هنا لاحظ لا ما عندي أي نظرية تخصها، كلها بالتجربة. هنا أثبت لي إن عادي يكون الشرطين عند الواي داش، الشرطين عند الواي، ما عندي أي مشكلة. طيب ألاحظ هنا لما أجي أعوض، طبعا هو بيعطيني شرط بيعطيني معادلة، مجرد إني أعوض، طبعا هذه عندي الشروط إن أنا أعوض من الحل. يعني مثلا عندي هنا في السكند اوردر بيطلع عندي حلين، اما يكون ان القيمه الاولى لما عوضت المره الاولى طلعت لي قيمه واحده، ولما عوضت بالقيمه الثانيه ايضا طلعت لي قيمه واحده، فهنا اقول ان تراها يونيك سوليوشن. لكن لما عوضت طلع لي في القيمه الاولى قيمه والثانيه اكثر من قيمه، فانا اقول عندي ماني سوليوشن. اتوقع انه يشابه بشكل كبير في الجبر الخطي. طيب متى يكون عندي no solution؟ لما يكون عندي يعني قيمة مستحيلة، الحين راح تبين في الأمثلة. طيب هنا يقول لي لما يجي يعوض طلع عندي C1 بصفر. طيب أو هنا مثلا
يقول لما عوض طلع لي ان سي تو في صفر اعطتني صفر. طيب انا وش يضمن لي ان السي وان السي تو عفوا يعني ممكن تكون قيمة واحدة، قيمة رقم اثنين، رقم ثلاثة؟ انا ما عندي يعني ما اعرف القيمة. يعني شايفين هنا لما عوضت بالساين 2 باي طلعت لي صفر، صفر في سي 2 عطتني على طول صفر. طيب انا ايش يضمن ان سي 2 ما تكون واحد، ما تكون صفر، ما تكون ثلاثة؟ يعني هنا راح اقول ترى انا عندي ماني سوليوشن. طيب هنا لما عوضت طلع لي ان سي 2 مثلا ضربناها بواحد طلعت لي سي 2 بصفر، فانا عندي only solution يعني حل وحيد. طيب هنا متى طلعت عندي انها not exact؟ لما هنا مثلا ضربت سي 2 بالصفر طلعت معاي بصفر، يعني هنا لما جيت عوضت بهذا الشرط طيب هنا طلعت معاي بصفر، صفر في سي 2 واساسا الطرف الثاني يساوي واحد. هل من المعقول ان الصفر تساوي لي واحد؟ فهي مستحيل، فهنا اقدر اقول انها no solution. فالموضوع مجرد ان انا اعوض واطلق عليه، طلعت عندي عدة قيم، طلعت عندي قيمة واحدة، طلعت عندي قيمة غير معرفة، مجرد ان انا راح اصنف اما no solution اما unique واما many solution. طبعا في chapter 4 راح نتطرق الى المعادلة الهوموجينيوس والمعادلة not homogeneous. عرفنا بشكل مبدئي المعادلة الهوموجينيوس اللي هي بعد الترتيب راح تكون الطرف الثاني يساوي صفر. طيب راح أعطي معلومة سريعة، إذا كان عندي نون هوموجينيوس قانون دائما وأبدا سواء في هذا الدرس أو في غير هذا الدرس، يقول لي إذا كان عندي معادلة نوت هوموجينيوس أبغى أشتغل عليها لازم قبل ما أشتغل، يعني مثلا عندي الطرف الثاني طلعت معي كوزين إكس، أنا أعرف إنها نوت هوموجينيوس، لكن كخطوة أولى راح أشتغل عليها كأنها هوموجينيوس، راح أحول الطرف الثاني حتى لو كان كوزين صفر راح كوزين إكس راح أشيله وأحط مكانه صفر، أطبق عليه قوانين الهوموجينيوس، بعدها في الخطوة الثانية أشتغل عليه كنون هوموجينيوس، راح نأخذ إن شاء الله في المحاضرة اللي بعد هذه. لكن بشكل مبدئي إذا كان عندي معادلة نوت هوموجينيوس بشتغل عليها كخطوة أولى كأنها هوموجينيوس. طيب عندي هنا في النظرية هذه first superposition principle وش تقول لي؟ تقول لي إذا كان عندي معادلة هوموجينيوس وأعطيت مثلا واي واحد وواي اثنين وقلت ان واي واحد وواي اثنين هذيلا حل للمعادلة. طيب فيقول النظرية ترى التركيبة الخطية لهذا الحل هي ايضا حل. طيب كيف يعني؟ لما يكون عندي مثلا طبعا هذا القانون يقول لي وهذه النظرية، لما يقول لي مثلا حاطة بعض الأسئلة اللي عطتنا إياها من الدكتورة، يقول لي إن ال y1 وال y2 إلى ال y1 solution وهوموجينيوس، ألاحظ إنها هوموجينيوس، التركيبة الخطية عليهم يعني إن راح يكون معاهم ثوابت لو جمعهم تحت معادلة واحدة هي أيضا حل للمعادلة. طيب يقول لي لما يكون مثلا عندي y1 تساوي ex y2 تساوي ex وقال لي تراهم solution، ما أقدر أطبق النظرية إذا ما كانوا حلول، هم solution لهذه المعادلة. طيب then هذه التركيبة الخطية إليهم is also solution، هل true or false؟ طبيعي إنهم true، ليش؟ لأنهم أولا solution ثانيا homogeneous، فطبيعي إنهم في التركيبة الخطية إليهم solution تحت النظرية first superposition principle. طيب يقول لي لما ال y1 وال y2 solution في الفترة i، فال y تركيب الخطية is also solution، يعني لما أضربهم أيضا في ثابت أيضا solution، راح أقول له true، راح ندرسها الحين. طيب هنا يقول لي عندي هذه المعادلة، يقول لي ال y تساوي صفر is solution مع هذه المعادلة، راح أقول له false، ليش؟ لأن أصلا المعادلة not homogeneous، ما أقدر أطلق عليهم أو أطبق معهم هذه النظرية إلا إذا كانت homogeneous وحلول. طيب هذه بعض الخصائص تندرج أتوقع تحت الـ First Superposition Principle، يقول لي لما أضرب الحل في ثابت أيضا تعطيني حل، زي من شوي لما كان عندي y1 تساوي e أس x يقول لي إنها solution، فهل c في e أس x solution؟ نعم solution. إنزين الحل الصفري يقول لي دائما مقبول للمعادلة الهوموجينيوس، ليش؟ لأنها أصلا تساوي صفر، وأصلا لما أقول حل
صفري يسمى أصلا حل تافه، لأن أصلا ما إلى معنى. فدائما دائما في الهوموجينيوس الحل الصفري أو الحل التافه أيضا حل دائما مقبول يعني.